بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد، مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامج القرآن والقراءات. نسأل الله العظيم ان يجعلنا جميعا واياكم من اهل القرآن، وان يحفظنا ويحفظكم ويحفظنا ويعلمنا القرآن ويحشرنا في زمرة اهل القرآن. نستأنف ان شاء الله الموضوع الذي كنا نتكلم فيه في الحلقة السابقة، وهو حول حروف المعجم أو حروف اللغة العربية. تحدثنا أن حروف اللغة العربية البعض أو المشهور أنها 29 حرفا، وقلنا أن الصحيح أنها أو الأصح أنها 28 حرفا. تبدأ بالألف، والمراد هنا بالألف الهمزة، فممكن نقول تبدأ بالهمزة وتنتهي بالياء، وأن اللام ألف ليس حرف أصلي، لأن اللام ألف بنعبر به عن الألف المادية، وحروف المد ليست حروف أصلية، إنما هي حاجة فرعية، إما امتداد من الحركات الثلاث أو هي حاجة فرعية كما سنبين إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نبدأ نتكلم عن 28 حرفا. إيه ترتيبهم؟ يعني مين يتكلم عنهم؟ طبعا 28 حرف هو ده الأصل، الأصل هنلاقي الحروف المقطعة في القرآن 28 حرف. هنلاقي ليهم أكثر من ترتيب. أول حاجة بنلاقي الترتيب الألف بائي، ترتيب الألف بائي هو المشهور، اللي هو المشهور حديثا، يعني اللي احنا قلناه المرة السابقة، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال وهكذا لحد الآخر. طيب الترتيب الثاني اللي هو الترتيب الهجائي، يبقى انا عندي الترتيب الالف بائي ده المشهور، احنا اخذناه يعني في المدرسه وفي الحضانه وكده. الترتيب الثاني هو الترتيب الهجائي. الترتيب الهجائي هو بيعتمد على جمع الحروف المتشابهه في جنب مع بعض كده، اجمعهم مع بعض واقولهم في نفس واحد او في جمله واحده. طيب عندي الترتيب الهجائي، قيل الذي وضعه نصر بن عاصم الليثي، طبعا كان من أئمة القرآن واللغة العربية. طيب عندي الترتيب المشرقي، لهم ترتيبين بقى، ترتيب مشرقي وترتيب مغربي. الترتيب المشرقي يقول إيه؟ البعض سمع الجملة دي بس ده أصلها، أباتث جحخ، أباتث جحخ، در ذر، خدت بالكم؟ سشن، يعني هي حاجة غريبة شوية على اللسان يعني، لكن مع التكرار بتتحفظ بتبقى سهلة. فالأطفال الصغيرين لو احنا قلنا لهم الجملة دي كده على بعض بيحفظ. نقول مثلا ايه، صاد قضى عغن، فقى فقى كالا منن، آخر حاجة هوى، هي دي أنا قلتها مرة واحدة كده جت معايا يعني. طيب ثانيا عندي في ترتيب مغربي قريب برضو من الترتيب دوت، بيقول أباتث جحخ، دار زار طظ، كال مانا، صد بالضاد صد، بعد كده عاغ فاق سش، آخر حاجة هوى زي الأولاني. عندي ترتيب بعد كده بيسموه الترتيب الصوتي، الترتيب الصوتي الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة، تلميذ أبو عمرو البصري وتلميذ ابن كثير. فهذا الترتيب يعني وضع ترتيب الحروف على حسب مخارج الحروف. فأبعد مخرج أو أول مخرج بالنسبة لخروج الهواء، الهواء خارج من الرئة من الصدر، أول مخرج بيقابله الهمزة، فبدأ بالهمزة ثم بعدها الهاء، العين، الغين، الحاء، الخاء، وهكذا بقى واحنا خارجين لحد اخر حاجه ايه، مخرج الشفتين. ده بيسموه الترتيب الصوتي، ترتيب الخليل ابن احمد. عندي الترتيب الرابع اللي هو الترتيب الابجدي، اللي هو بيسميه ايه، مش عارف بيقول حروف ابجد، هو ده الترتيب المقصود بيها، مش الالف بائي ولا الهجائي ولا الصوتي ولا كده، ولكن الترتيب الأبجدي اللي هو حروف أبجد أو ترتيب أبيجاد، ده كان موجود قبل الإسلام وده هو الأصل.
وخدوا بالكم من الترتيب ده وترتيب دوت، يعني هو المعترف به عند العرب. وغنة العرب يعني بتعطي لكل حرف رقم، وممكن تتكلم في كلامها كلام يكون مشفر على هذه الأرقام. يعني مثلا بنلاقي أول حاجة الهمزة، طيب بعد كده الباء الجيم الدال، أبجد هوز حطي كلام صعفص قرشت، الترتيب ده. فيجي أبجد الهمزة، عد بقى الترتيب إيه، يبدأ من واحد، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لحد الحرف العاشر. الحرف رقم 11 ما يقولش 11، خلاص اللي هو الأحد دوت ما يقولوش، 10 بعدها يقول 20 30 40 50 لحد 100. تمام كده جينا على 100، ما فيش بقى 110 100 لا 100 200 300 400 لحد كده. فتلاقي كل رقم، كل حرف ليه رقم، والكلام ده معروف عند العرب، وكثير من أشعار العرب وكلامها بتلاقيه مشفر بالأرقام دي. وما نستغربش، احنا عندنا في آخر تحفة الأطفال اللي كلنا حافظينها والجزارية، بتلاقي آخر المتن كده بيروح قايل مثلا إيه، أبيتها ند بدأ لذنها، عارفين أبيتها ند بدأ لذنها دي شفرة، يعني أبيتها 52 حرف أو 51 حرف. لما نجمع الحروف دي كده بالأرقام بتاعتها هنلاقيها نفس الأعداد بتاعت أي التحفة. تاريخها يعني تاريخ تأليفها بشرى لمن يتقنها، مع ترجمة دي هنلاقيها تاريخ تأليف المتن. فشوف يعني شيء معروف عند العرب وعند العلماء، وهذا الترتيب مقصود، الحفاظ عليه مطلوب لأن أصله تاريخ عندنا، خدت بالكم؟ طيب اللي هو بقى إيه؟ أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثخذ ضضغ ضضغ، تمام؟ دول 28 حرف. طيب ال 28 حرف اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، هل في لغه من لغات العالم فيها حروف اكتر من كده؟ طبعا الربع يقول اه في لغات فيها، يعني اللغه الصينيه احنا انا اسمع فيها مش عارف الاف اللغات او مئات الحروف، انا مش فاكر يعني اللي دارسين عارفين. ف يبقى هي اكتر من، نقول لا مفيش لغه اكتر مننا في الحروف، احنا اكتر لغه بتنطق حروف. هتقولي ازاي ده احنا كلنا 28 حرف يعني؟ اقول لك ايوه 28 حرف دول اصل الحرف، لكن هم ما بيعدوش زينا كده اصل الحرف. احنا بنعتبر مثلا حرف الباء ده اصل، خلاص حرف لوحده، سواء كان مضموم او مكسور او مفتوح ممدود مكسور مفخم مرقق، كل ده هو حرف الباء. والحاجة التانية دي ايه؟ حالة من حالات الباء، بقى مرققة حالة، بقى مفخمة حالة تانية. فيبقى الحرف ليه حالات، يفخم يرقق يظهر يخفى يضغم وهكذا. اللغات التانية بتعتبر كل صوت حرف، يعني الباء المفتوحة حرف، والمضمومة حرف، والمكسورة حرف، والساكنة حرف. يبقى كده الحرف الواحد بأربعة، تمام؟ طيب تعال بقى، الأربعة دول ممكن يبقى مع التفخيم، ممكن يبقى مع الترقيق، يضرب أربعة في اتنين بتمانية. طيب لو اعتبرنا المد، عندك المد هيبقى حركة، حركتين تلاتة أربعة خمسة ستة، ممكن أكتر من كده لأن هما ما عندهمش إيه قاعدة يلتزموا بيها، يعني قول ست حركات زينا مثلا. طيب يبقى ستة، احنا قلنا هناك تمانية في ستة دخلنا على 48، يعني حوالي 50 حرف. كل حرف في اللغات التانية يديني 50 حرف، لكن احنا عندنا مش كده، احنا بقى لغة الفصاحة والبيان، خدت بالكم؟ طيب يقول الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الجميل همع الهوامع: اعلم أن لغة العرب أكثر اللغات حروفا، أكثر لغة فيها حروف أو فيها أصوات يعني. طيب يقول: فليس في لغة العجم حرف الظاء، الظاء مش موجود في أي لغة غير اللغة العربية، وانتوا بقى دوروا. يقول: وكذلك ولا حرف الحاء، يبقى الظاء والحاء مش موجود في أي لغة، لو انتوا عارفين لغة فيها الحرفين دول قولوا لي، تمام. وقال الأصمعي
رحمه الله، ليس في لغة الفارسية ولا السريانية ولا في الرومية حرف الذال المعجمة، اللي هي يعني الذال اللي عليها نقطة، حرف الذال مش الدال يعني، حرف الذال مش موجود في اللغات دي. اذهب مش موجود الحرف ده في اللغات دي. يقول: وكذلك خمسة أحرف انفردت بها اللغة العربية. ده كلام الأصمعي مازال يتحدث، يقول استعملتها اللغة العربية ولم تستعملها اللغات الأخرى، وهي العين والصاد. حرف العين مش موجود في اللغات الأخرى، تيجي تقول له قول يعلم يقول لك يألم، ما مش عارف يقول إيه العين. كذلك حرف الصاد بيقولوها سين. حرف الضاد، طبعا الضاد لغة يعني حرف اللغة العربية بيسموها لغة الضاد، لأن هي اللغة الوحيدة اللي بتنطق بالضاد. كذلك حرف القاف هما بنطقوها كاف، لكن مفخمة قاف انفرد بها العربية. حرف الثاء يبقى الذال والثاء، بنلاقيهم في اللغة العربية مستعملين بقصر. طيب، واختصت العربية أيضا باستعمال الهمزة المتوسطة والمتطرفة التي تأتي في وسط الكلمة. قال مكي، الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه الرعاية، وهذه المقولة في عدة كتب يعني مش عند مكي فقط، أقول: ومع كونها أكثر اللغات حروفا انحصرت في 28 حرف اللي احنا قلناهم ليكم. سبحان الله، يعني هذه هجاء كل ناطق في الكونين، فسبحان من جعل فيها أسرار حكمتي وباهرة قدراتي. طيب جميل، نبتدي بقى نعرف ايه الحرف الأصلي والحرف الفرعي. الحرف الأصلي كما قلنا في الحلقة السابقة أنه ليه شروط. أولا يكون له صوت مخصوص، يعني صفات مخصوصة: همس، جهر، تفخيم، ترقيق، استعلاء، إطباق، الصفات اللي احنا نتكلم عليها. يبقى له صوت مخصوص مكون من عدة صفات معلومة هندرسها، ومخرج مخصوص. يبقى الحرف عبارة عن ايه؟ صوت ومخرج. تمام؟ طيب، لو نفس الصوت انتقل من المخرج ده لمخرج آخر هيبقى حرف آخر، هيدينا حرف تاني تماما. زي مثلا حرف نقول ايه؟ حرف الفاء ومعه مثلا حرف الثاء، هنلاقي الصفات هنا همس ورخاوة، وصفات اللي هنا هم اللي هنا يجتمعوا في الصفات، لولا اختلاف المخرج كان يبقى هو نفس الحرف. تبقى لكم؟ طب جميل، يبقى لو نفس الصوت تردد في مخرجين يبقى دول حرفين مش حرف واحد. واضح؟ جميل. طيب، لو نفس المخرج لكن خرج منه صوتين يبقى برضو حرفين، يعني مثلا التاء والطاء والدال من نفس المخرج، لكن كل حرف ليه صفات معينة، صوت معين، الصوت ده مكون من عدة صفات مخصوصة. يبقى الحرف عبارة عن ايه؟ صوت مكون من صفات، يعني صوت مخصوص ومخرج مخصوص، ده الحرف. الأصلي يقبل الحركات الثلاثة ويقبل السكون، لكن الحروف الفرعية ما تقبلش الحركات الثلاثة، ما تقبلش السكون، خدت بالكم؟ ده في الغالب يعني. وكذلك بلاقيها ممكن ما بتشتملش على صفات مخصوصة، تاخد صفة بعض الحروف وصفة بعض الحروف، أو مثلا تتردد بين مخرجين، على حسب ما نشوف كده إن شاء الله. قال ابن الجزري رحمه الله: ولبعض هذه الحروف فروع، فروع صحت عنها وصحت القراءة بها. وهو يتكلم هنا على ايه؟ الفروع اللي هي استعملت في القراءة في الأداء، لكن في فروع لهذه الحروف لم تستعمل في القراءة، اللي هي موجودة في اللغة، وإن كانت موجودة في بعض اللغات الحديثة أيضا، يعني البعض مثلا ممكن ينطق القاف مثلا ينطقها جيم، اللي هي في بعض البلدان دلوقتي ينطق مثلا الكاف جيم، أو الجيم ينطقها شين. يقول لك إيه؟ يجري، يج، يبقى إيه؟ شين مجهورة،
خدت بالكم؟ فدي في اللغه، في اللغات، لكن مش في القران. في شرده احنا ان شاء الله نتكلم على ايه، الفروع التي وردت في القران صحت القراءه بها وردت اداء، لان ده هو اللي يخصنا يعني. طيب الحروف طبعا الفرعيه، قالوا اول هذه الحروف الفرعيه الهمزه المسهله، همزه المسهله بين بين. الهمزه بتسهل بين الحركه اللي هي التشكيل يعني، وبين الحرف، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه اشكاله. تقول مثلا ايه، أأنتم، تقول أأنتم، أأنتم بين الهمزة والفتحة، لا هي همزة ولا هي فتحة، تبقى حاجة مش واضحة مش مميزة. لأن ناخد بالنا هنا البعض اللي هو بيسهل الهمزة بيسهلها فبيبدلها هاء، في الحقيقة هذا ليس تسهيل وغير فصيح، إنما هو إبدال، أبدل الهمزة لهاء. ده عندنا في قراءة حفص في كلمة أعجمي، فبدل ما يقول أعجمي، شوف أعجمي أعجمي، أنت كده مستمع أنا قلت إيه، فتحة همزة مش واضح. لكن هو البعض اللي بيقولها إيه، يجي يقول أعجمي فيقولها هاء صريحة كده، ففي الحقيقة ده يعني مش صواب مش صح. البعض يقول ده تسهيل مغربي، لا مش تسهيل مغربي ولا حاجة، إنما هذا إبدال يعتبر لحن. فالتسهيل بين الحركة والهمزة ما لهوش علاقة بالهاء خالص، تمام؟ طيب أنا عندي هنا الحركة ممكن تبقى فتحة ضمة كسرة، فالبعض هنا أعد الهمزة المسهلة ثلاث حروف، الهمزة المسهلة بين الهمزة والفتحة ده حرف، بين الهمزة والضمة ده حرف تاني، بين الهمزة والكسرة ده حرف تالت، تمام؟ فهذا بنلاقيه رأي بعض أهل العلم، لكن سيبويه قايل ان هي كلها حرف واحد، وكذلك السرافي ان هي كلها حرف واحد. لكن في الحقيقه الهمزه المسهله هي ليس حرف فرع، مش حرف مستقل، انما هي ايه، حاله من حالات الهمزه المحققه اللي هو الحرف الاصلي، لاني ممكن انطقها محققه او مسهله، والتسهيل ممكن يبقى بين بين، عندي التسهيل ممكن بالإبدال، أبدلها حرف مد مثلا يؤمن هقول يؤمن، فهنا ده حالة من حالات الحرف، التحقيق أو عدم التحقيق اللي هو التسهيل بأي كيفية من الكيفيات. فبعد كده هلاقي بيكلموا عن الحرف الثاني اللي هو من حروف الفرعية الألف الممالة، عندنا كلمة في رواية حفص مجري ري، طبعا لو هي غير ممالة تبقى را، لكن مع الإمالة هرقق الراء وأميل كما كذلك الألف، أو المجري ري، تمام؟ فقالوا الألف الممالة دي حرف غير أصلي. إحنا طبعا وضحنا أن الألف أصلا ليست حرف مستقل، إنما هي امتداد لحركة الحرف السابق، حركة الراء هنا فتحة، فيبقى الفتحة بزود زمنها وأميلها، بدل أقول را تبقى ري ري، أقول سا تبقى سي زي موسى موسي، خدت بالكم؟ طيب فيبقى هنا الإمالة البعض يعتبرها حرف فرعي، البعض يقول هي فرع من الأصل اللي هو الألف اللي هي المنتصبة أو الألف غير الممالة، تمام؟ دي فرع من دي، والبعض يقول هي امتداد لحركة الحرف اللي فوق اللي هو الحرف اللي قبل الألف. كل ده صح، تعبير صح، انت لو عبرت عن أي حاجة من دي مفيش مشكلة. طيب الصاد المشمة صوته ازاي، والبعض يقول الصاد المشالة. طيب الصوت المشمة الصاد المشمة صوت ازاي، في نحو كلمة إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم في رواية حمزة، اهدنا الصراط المستقيم. فقالوا ده حرف فرعي، لأن حرف هنا إيه؟ اختلط بحرفين. خد من الصاد التفخيم، خد من إزاي صفة الجهر. طيب البعض يعتبرها كده، إن ده يعني حرف فرعي
مشم أو نقول مثلا إيه اختلط به صوت حرفين، فالإشمام هنا عبارة عن اختلاط. طيب ده تعبير مفيش مشكلة ماشي عند بعض الناس يمشي، لكن أنا ممكن دلوقتي أعبر تعبير آخر لنفس الموضوع ده. إيه هو؟ أنا لو نظرت لمخرج الصاد والسين والزاي هو مخرج واحد، اللي يفرق بينهم الصفات. فلو أنا عملت استفال مع همس، شوف هقول إيه، أس بقت سين أس. طب لو عملت استعلاء هتبقى صاد أص أس أص. طيب نفس السين دي لكن هعمل استفال مع جهر، بقت زاي، بدول أس، أحط بقى جهر صوت يعني أز. جميل. طيب الجهر ده مع استعلاء أز هو الحرف ده، لكن هذا الحرف لأنه يعني غير مستعمل بكثرة إلا في بعض الكلمات قليلة، فلم يأخذ اسم معين أو يعني إيه رسم معين، فبنسمي الصاد المشمة، الصاد المشالة، الزاي المجهورة، الزاي المفخمة. هتبالكم كل ده يمشي صح على الحرف دوت. عندنا بعد كده بيقولوا إيه، الياء المشمة صوت الواو، ياء مشمة صوت الواو في نحو كلمة إيه، قيلة، غيضة. فهنا هنقول إن الياء دي في الحقيقة يعني في هنا يعني كلام مش مظبوط، هو الإشمام هنا مش في الياء، الإشمام في القاف، لأن الإشمام هنا عبارة عن إيه، ضم الشفتين قبل النطق بالقاف. قيلة، إنما الياء زي ما هي ياء مادية، ياء ساكنة ما فيش فيها إشمام، هي مش متحركة أصلا عشان أعمل فيها جزء من حركة، إنما الشغل كله على القاف. طيب الضم قبل القاف، البعض قال الضم مع القاف يعني، وإذا قيل أو قولة، لكن ده مش صح، لأن أنت كده ضميت القاف وزودت واو قوي، لكن الصح الإشمام هنا قبل الحرف، لأن الإشمام له يعني أنواع، مش كل الإشمام زي بعض، في إشمام قبل الحرف زي هنا كده قيلة، وإشمام يجي بعد الحرف لما أقف على حرف مضموم مثلا، إياك نعبد وإياك نستعين، أو إيه نستعين، بعد ما سكن النون أنطق أضم الشفتين نستعين، تمام. فده بعد الحرف. وفي إشمام مقارن أو مصاحب لنطق الحرف اللي هو في كلمة تأمنا، ما لك لا تأمنا، فمع النون أضم الشفتين، هذا هو الأصح والأفصح، تمام. فالإشمام عندي نوعه هنا هو ضم الشفتين قبل الحرف، يبقى أقول الياء المشمة، لا مش صح، هي القاف هي المشمة، تمام. طيب طب الإشمام هنا بيبقى في القاف فقط؟ لا طبعا، أنا عندي قيلة وغيضة وحيلة وسيقة، ليه ما ذكروش الحاجات دي وذكروا قيلة فقط؟ خدت بالكم؟ فالحرف ده مش حرف فرعي، ولكن إيه الموضوع؟ الموضوع إن كل حرف ممكن أنطقه بحركة كاملة، ضمة كاملة، كسرة كاملة، فتحة كاملة، أو بحركة ممدودة، أو بجزء من الحركة. جزء من الحركة لو الحركة تبقى في أوله بنسميه روم، لو الحركة يعني هاخد حتة كده من آخره بيسموه اختلاس، جزء من الحركة، بنطق الحرف بجزء من الحركة مش حركة كاملة. وممكن أشير للحركة اللي بنسميه بقى الإشمام، أشير للحركة، تمام كده. كل ده ما غيرش من الحرف، هو نفس الحرف، لكن بيبقى يعني حالات، كل دي حالات لنفس الحرف، مش هقول ده حرف وده حرف، تمام. عندي بعد كده قالوا من الحروف الفرعية الألف المفخمة، الألف المفخمة مثلا في لفظ الجلالة عبد الله، إن الأصل الألف تبقى مرققة، لكن في لفظ الجلالة بنفخمها إذا طبقت بضم أو فتح. هنقول أولا
الألف ليست حرف أصلي، الصحيح إنها حرف فرعي، تمام؟ طيب متولد من الحركة السابقة، لكن المفخم هنا مش الألف، المفخم اللام، عبد الله، الله مفخم اللام، وفخمة الألف تبعا لتفخيم اللام، تبارك يا إخوانا. طيب اللام ممكن تفخم ممكن ترقق، اللام بتفخم في بعض اللغات ترقق في بعض اللغات، كل دي حالة من حالات الحرف. عندك مثلا حرف ممكن ياخد مراتب تفخيم، أنا مش هقول بقى يعني إيه رتبة معينة هي الأصل والرتبة التانية دي فرع، لا دي كل دي حالات من حالات الحرف، نفس الحرف لكن ليه حالات يفخم بقوة، يفخم يعني تفخيم نسبي، تمام، يرقق أحيانا زي الراء أحيانا تفخم أحيانا ترقق. طيب هتيجي تقول لي طب إيه الراء الأصلية وإيه الفرعية؟ لا هم نفس الحرف لكن دي حالات، ممكن أرققها ممكن أفخمها، هو نفس الحرف، تمام كده؟ على حسب ما نتلقى. أخيرا يعني هم ذكروا النون المخفاة، قالوا ده حرف، لا النون ليست حرف، النون صفة لحرف، صفة لإيه؟ للنون الساكنة، صفة للنون عموما مش لازم تكون ساكنة، صفة للنون وصفة للميم، لا تأتي إلا مقارنة، يا نون يا ميم، تمام، ولذلك هي تابعة، لو هي حرف أصلي يأتي مستقل، الألف لو حرف أصلي تأتي مستقلة، ما تبقاش تأتي يعني إيه بعد حرف قبلها أو تأتي بعد فتحة أو ما تجيش مثلا ما بيجيش أول الكلام، ليه؟ لا هي تابعة لغيرها، فهي مش حاجة مستقلة، مش كيان مستقل، مش حرف مستقل، إنما هو تابع لغيره أو حالة من حالات الحرف الأصلي، تمام؟ يبقى كل ما ذكر هنا في الحروف الفرعية هو في الحقيقة حالة من حالات الحروف الأصلية. إلى هنا إن شاء الله نكتفي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.